عن استمرار معاناة أهالي الموصل وتعمد الحكومة في العراق تعطيل إعمار المدينة، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. أهلا بك أستاذة ثائرة. يعني في البداية، رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ سنوات كما تعلمين، فإن الحكومة في بغداد لم تعوض سكان الموصل المتضررين من العمليات العسكرية، ولم تقم أيضا بإزالة الألغام والأنقاض. كيف تصفين أوضاع أهالي الموصل بعد سنوات من انتهاء العملية العسكرية؟ تفضلي. السلام عليكم. أهلا بك. طبعا أثار الدمار والخراب الكبير اللي أصاب مدينة الموصل ما زال موجود، طبعا جراء الحرب ودباعش اللي دارت داخل أحياء وبين سكانه. ماثل العيان لحد الآن بعد 5 سنوات من انتهاء تلك الحرب وإعلان التحرير. أيضا لا زالت ذكريات الموحشة لداعش بصار السكان المحليين الذين يتذكرون الوقت الذي كانت تستخدم فيه ساحات المدينة لقطع رؤوس أولئك الذين خالفوهم تعاليم التنظيم ولم يلتزموا بتطبيق قواعد المشددة، وما زال أيمن الموصل يعاني من تكدس مخلفات الحرب وركام المباني. نعم. في ظل تأكيدات حكومية بوجود 13 مليون طن من مخلفات الحرب اللي تحتوي على عدد كبير من الألغام، التباطؤ لغاية اليوم في عدم رفع مخلفات الحرب من الألغام ترجع أسبابه إلى صراع سياسي بين القوى النافذة في المحافظة، إضافة إلى احتدام الصراع بين بعض القوى المسلحة اللي دخلت على خط العمل التجاري والاقتصادي في الموصل، بالإضافة إلى الدمار الشامل في السكان والمحلات التجارية. طبعا الأمم المتحدة قدرت عدد المنازل اللي دمرت في غارات جوية مكثفة أثناء التحرير بأكثر من 8000، وأسفرت العمليات اللي استمرت 9 أشهر. نحن كلنا نعرف العملية اللي تحرير الموصل 9 أشهر. أستاذة ثائرة، أهالي محافظة الموصل، أهالي المحافظة يشتكون من ما سموه تعمد الحكومة بالتباطؤ في تنفيذ إعادة إعمار المدينة، إلى أي مدى تتفقين مع الأهالي في ذلك؟ نعم أستاذ، الحكومة العراقية هي أحرز تقدم طفيف جدا وضعيف بالنسبة إلى المشاريع البنية التحتية الأكبر وإعادة الخدمات الأساسية للمدينة. طبعا هناك الكثير من المشاريع لا يزال غير مكتمل. سنة 2020 الحكومة قامت بتحويل أموال البنك الدولي المخصص لإعادة إعمار الموصل لمساعدة الحكومة الفيدرالية في مكافحة فيروس كورونا مع تضاعف أرصدتها. وأيضا لا ننسى طبعا هناك جهات سياسية تحاول عرقلة تنفيذ مشاريع الإعمار في المحافظة رغم قرارات حكومية بهذا الشأن. وأيضا هناك فصل الأرقام احتياجات الموصل خلال المرحلة المقبلة. هناك جهات لا تريد الموصل أن تنهض من جديد، تمنع تقدم العمران. نعم أستاذة ثائرة، في التقرير الذي سبق مداخلتك معنا، أحد المواطنين تحدث عن منع الحكومة والقوات الأمنية للراغبين بإعمار منازلهم في الموصل، منعوهم من القيام بذلك بحجة وجود الألغام والأنقاض. إذا كانت الذريعة مقبولة، فلماذا تتقاعس الحكومة عن إزالة تلك الألغام؟ طبعا هناك جهات مدفوعة وأيضا جهات لا ترغب بأن تنهض الموصل من جديد. هناك أيضا لا تنسى عامل البيروقراطية والروتين، القاتل الدوائر العقارات الدولية يمنعان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والأمانة العامة المتعلقة بالمشاريع الحيوية في الموصل وتنعش الجانب الأيضا. أيضا إحنا لا ننسى البنى التحتية كانت يعني هي من قبل منهكة، قبل الحرب داعش كانت البنى التحتية في الموصل منهكة، ثم جاءت الحرب لتقضي عليها بشكل شبه كامل. طبعا الإعمار وإعادة تأهيل من تعرض للصدمات النفسية من الأهالي جراء
المشاهد القاسية اللي تعرضوا لها لا يكفيان، لأن الأهالي ما زالوا ينتظرون نتائج التحقيق بسقوط المدينة وأسباب الحقيقية اللي دفعت القوات العراقية للهرب والانسحاب تاركة خلفها عشرات الآلاف من قطع السلاح والدبابات والصواريخ. أيضا ناهيك عن تستر القضاء ومحاسبة المتورطين في هذه العملية. طبعا لا يزال احنا أيضا لا ننسى أن هناك نحو 30% من سكان الموصل نازحين لحد اليوم بفعل هدم منازلهم والخوف من عدم الاستقرار، خصوصا في سهل نينوى ذو الغالبية العربية المسيحية واليهودية، وتواصل يعني لحد الآن مخيمات قائمة للنازحين من أهالي الموصل في الشمال. تفضل. يعني رغم أنه نشهد أنه محافظ نينوى نجم الجهوري عنده إنجازات، لكن في إدارة الموصل، لكن هذه الإنجازات هامشية بالنسبة لما حل من خراب في هذه المدينة. طبعا هناك يجب الاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية منها المستشفيات ومطار الموصل. شكرا. يعني مطار الموصل بالنسبة إلى المدينة هي الأولى، المحافظة الأولى بعد بغداد اللي تحوي على 4.5 مليون نسمة لحد الآن مطار ما بيها. الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم لاقيدي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.